arrière-plan. Arrière-plan. هيا خلفون. هو مهم جدا باش نحكيوا على الموضوع هذا. ماهوش السياسة بالمفاهيم التقليدية أو الوضعية بالنسبة لتونس وغيرها. كل بارح تابعوا تونس كل مباراة كرة القدم اللي جمعت تونس مع البرازيل، كانت مناسبة كبيرة خطر أي فريق في العالم يحب يلعب مع البرازيل اللي هي تقريبا رائدة كرة القدم على مستوى التتويجات مش على مستوى ابتداع اللعبة. حلم كذلك للجمعيات كما قلت لك للملاعبية حتى للجمهور نفسه أنه يشوف بلاده تلعب مع البرازيل. احنا تقريبا لعبنا مرتين ولا ثلاثة في التاريخ، هذه الثانية هذه الثانية اللعبة الأولى 73 أو 74 ووقتها 4-1 خسرنا المرة هذه، وكان هدف تاريخي اللعب معناها الأحياء الشعبية اللي كان محدين هبيطة اللي يسجل هدف وقتها تاريخي وتقعد ناس تتذكرها. هي لعبة شعبية في العالم عندها كذلك لعبة دور مهم ياسر في التسويق لصورة الشعوب والدول وغيرها. احنا نتذكر عشنا العام هذا تقريبا على ما قامت به أنس جابر دفع الناس يعني المبادرة مواطنية ان تكون وزيرة السعادة واعطت صورة كبيرة ياسر للبلاد واثرت معناها بقوة ياسر على سمعة البلاد على سمعة اللعبة وكانت بالفعل سفيرة للبلاد وشهر تونس حب من حب كره من كره. تذكر انت حتى قبل في 78 ونذكروا المنتخب الوطني مشى أول مرة لكأس العالم وكان معناها أداؤه جيد وسمعة تونس تعرفت في كثير من الدول وخاصة في أمريكا اللاتينية وغيرها هذا البلد اللي هو بفعل فريق كرة قدم. بارح الحقيقة وقت نشوف أنا متابعتش المباراة مانيش من المغرمين بالمتابعة متاع المباراة، ولكن صباح شفت التعليقات على مستوى الصحافة خاصة البرازيلية وحتى في أوروبا وغيرها المظاهر اللي قام به بعض من جمهور تونس الحقيقة لا تليق. يعني مازال ثم جمهور يزفر وما يقبلش نشيد وطني لجمعية أخرى اللي هي مبنية فكرة الرياضة نشيد رسمي متاع الدولة احترموا كل البلدان. كانت مفاجأة الحقيقة لما تقعش في تونس بالكل ما شفناهاش ولا حالات شاذة وقت هذا. مفاجأة خليفة معناها مفاجأة انك تلعب في مباراة ودية في بلاد أخرى الجمهور فاعتقد أنه متعلم على التقاليد الرياضية ومتاع حضور المباريات يعني باحترام للمنافسين وغيرها ويرميه في قشور الموز على ملاعبية البرازيل. الحقيقة شفت غطى على النتيجة وعلى الأداء وغيره. الناس ما تحكيش قالوش البرازيل ربحت تونس 5-1 فيهم الجرائد هم يتفرجوا فيهم العباد زادة المشاهدين تونس يشوفوا في الجرائد البرازيلية والفرنسوية كلها مشيت مش للمقابلة ما مشيت للحركات هذية خايبة برشا. ما فهمتش عليش بالحق يعني حاجة تأسف مش معقول على جزء من هذا الجمهور. كما قلت لك تقريبا الجماهير اللي حاضرة غاديك 80-90% مقيمين غاد يعني تو انت اصلا 80% اللي موجودين في الستاد تابعين المنتخب التونسي معناها مشيو على خاطر تونس معظم الجمهور التونسي. فهمتش كيفاش بالحق يتصرفوا بهذه الكيفية المخزية. هذا هو لو ديليم اللي نحن ديما نعيشوا فيه انك تعيش في بلاد ديمقراطية فما ناس مشيت غاديك مش على خاطر شهرية ولا على خاطر منصب ولا خاطر يحب يعيش الحرية ويحب يعيش في بلاد تحترم الحرية وعندها عراقة ديمقراطية كبيرة برشا. انك تمشي غاديك ساعة هي لعبة ودية كما قلنا تروح وخلي وجه باهي تعملوا حاجات في وسط مش ودية حتى رسمية ما نعملش الحركة مش هذا معناها حركات تصنف عنصرية فاست الرميانك هذيك ساعة الموزة. أنا بالنسبة لي أنا عنصرية الجامعة يلزمها تهبط اعتذار حتى لو كان عملها شخص تهبط اعتذار خلينا نحن نوريه للعالم اللي نحن رانا مانيش قابلين التصرفات هذه اللي صارت في الملعب وراهو نحن معناها نحترموا الليكيبات اللي نلعبوا بيه معناها ماشيين بالتصرفات هذه كأس العالم أو هذا اللي صابر اللي حبيت نقوله. احنا شفنا بعض المظاهر السيئة من بعض الجمهور في مباريات الكأس العربية اللي وقعت في قطر وقيل ما قيل وقالوا لا احنا اتبلوا علينا وجمهورنا لا ومش لا وشفنا حكاية الكراسي وحكاية العنف وغير والآن احنا على أبواب ان مش يمشيوا لكأس العالم يعني الصورة هذه اللي هزينا وبعد نقعد نقولوا الناس لا هما اللي تسبلوا علينا وهما اللي ميحبوناش وهما كذا وغيرها. لا المظهر هذا راه جوزاته الناس والشعوب والكل. علاش صورة تونس هي صورة تونس مش ناقصة
في العالم يعني حاجة اللي بالحق مانيش فهمتها شنو معناها تلعب مع فريق بلاد أخرى تزفر على النشيد الوطني متاع البلاد هذيك. معناها أنت كان جاو البارح معناها البرازيليين قعدوا يزفر وقت اللي نحنا قاعد تعدى النشيد الوطني متاعنا زعما كانوا باش يقبلوا التوانسة اللي صار حتى حد ما يقبل يعني بلاد ما بينك أنت وياها لا ما عندك حد شيء لا مشاكل لا معناها أصلا التوانسة يمشي ولا من غير معها مشاكل ما تلعبش معاها خاطر ما نجموش نخبيه على بعضنا اللي فما ساعات السياسة تدخل في الكرة وتدخل في الحاجات هذه ما نجموش ننكر ولكن بلاد انت وياها ما بيناتك حد شيء معناها ماشيين تلعبوا في مباراة ودي وهي اللي استدعاتك هي اللي استضفتك وهي اللي اقترحت انك تلعب انك معناها يلعبوا وانك تلعب مع البرازيل حدث حب ولا تكره هذا هو في العالم الكل استغل الحدث هذايا خلي حاجات باهية اعملوا حاجات اللي تقعد تدور معناها في العالم وفي الصحافة يقولوا تفرج ليكيب هذايا من افريقيا كيفاش تصرفت وكيفاش عملت صحافة نسيت المقابلة قلت لي ما حكاوش حكاو كان على كعبة البنان اللي ترميت في وسط الواحد وحكاو على التصفير متاع والليزر الليزر في عينين الجوارات يا حاتم هذاك في الملاعب الكل ولا يا سيدي تتعدى نسبيا تتعدى الحركة متاع الموز اللي سيء هذيك خايبة برشا تقرأ ألف قراءة التصفير على النشيد الوطني متاع البرازيل ما يقبلوش ليه ومازلنا نحن في تونس كي تصير حركة هكا متاع عنصرية وإلا ضد تونسي نحن تونسة في بعضنا تلقى الجرائد الكل تكتب لذاعات تلفز عيب مش معقول معناها كي تجي على براني ولا عبد آخر نسكتون واحد الحقيقة كما قلت أنا الجامعة تعتذر الاربيتر واقف دقيقة المقابلة قال لك الليزر في عينيه ليزر في عينيه فهمت شنو جابوها السلوك هذا بالحق موجود اللازير موجود في الملاعب نتاعنا ما نخبيوش عين الشمس بالغربال وفما البعض يزمو ينحيه اساسا لانه يضر حتى عينين الملاعبيه ويزمو يتنحى شو شي تفرج في لعبه اكثر من ذلك هو اللي اختار القراءة نتاع حركة الموز هذيك اللي رموها القشرة نتاع الموز على جور والتصفير على نشيد وطني احنا من هذا المنبر نقدم اعتذارنا للجماهير الرياضية في العالم الكل للبرازيل ايضا كبلد صديق وكناس فرجونا في الكورة ومتعونا بالسبكتاكل الكروية ونعتذر البعض من التوانسة ما همشي الكل التوانسة ما همشي هكا مثالش قبل ما نمشيو لكاس العالم مثالش نعملوا قاية تكاية توعية معناها ماشيين برشا راهو من التوانسة باش يتفرجوا في كوب دي موند ان شاء الله يلقاو لونكادرومون ما يجيش لونكادرومون والتأثير حتى نعطي صورة جميلة على بلادنا ونخدم بلادنا مش نضروا بلادنا الحركات هذه راهي تضر بلادنا شكرا لكم.